السلام الله عليكم، ازيك يا كرام؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي من خلاله راح نشارك معكم اخر اخبار المحترفين واخر اخبار المنتخب الوطني الجزائري واهم النقاط والمعلومات الجديدة والتفاصيل الجديدة بعد فوز المنتخب الوطني الجزائري على نظيره منتخب تنزانيا. ومن ابرز النقاط اللي راح نركز عليها ان شاء الله في هذا الفيديو هو تصريح كلا المدربين، المدرب الكوتش جمال الماضي بعد الفوز، وكذلك لا ننسى تصريحات مدرب منتخب تنزانيا. وصراحة تصريحات مدرب منتخب تنزانيا كانت في القمة بخصوص المنتخب الوطني الجزائري. إذا كل التفاصيل راح نتعرفوا عليها إن شاء الله في هذا الفيديو. فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا انستغرام الظاهر أمامكم. طبعا أعزائي الكرام، كبداية دعونا نشارك معكم آخر أخبار المنتخب الوطني الجزائري. كما يعلم الجميع، المنتخب الجزائري تفوق بثنائية نظيفة على نظيره منتخب تنزانيا بدار السلام، وهذه لأول مرة في تاريخه الكوتش جمال الماضي يحقق مثل هذا الإنجاز الذي عجز عنه وعن تحقيقه مدربين آخرين مثل غوركوف وكذلك حتى وحيد حاليلوزيتش. الماضي هو الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز، فمزيدا من التحقيق الإنجازات في قادم المواعيد إن شاء الله. وفي هذه المباراة شهدت لنا يعني العديد من اللاعبين، وين يعني تم يعني إصابتهم، منهم يعني سفيان بن دبكة اللي خرج بشكل اضطراري يعني بسبب الإصابة، وكذلك عدنا لاعب آخر وهو عدنا آدم والناس. ولكن آدم والناس شارك معنا في مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مطمئنا بها الجماهير الجزائرية بعدما أن تم استبداله يعني في المباراة الجزائر أمام تنزانيا، والذي خرج يعني بشكل اضطراري. والناس أكد للجماهير أنه على ما يرام وغير مصاب وأنه ما عندوش إصابة، ويشكر جميع الرسائل التي وصلته، ويؤكد أنه مستعد لمباراة إيران الودية يوم الأحد. هذه النقطة الأولى. ننتقل الآن إلى تصريحات المدربين. صراحة تصريح مدرب منتخب تنزانيا كان في القمة، عجبني بزاف صراحة. أول مرة أعجب بتصريحات من مدربي الخصم، حيث صرح لنا قائلا مدرب منتخب تنزانيا قائلا: أولا وقبل كل شيء، نحن أردنا تقديم مباراة كبيرة، وأعتقد أن اللاعبين حاولوا فعل هذا على المستوى العالي، ونحن حقا تعساء وحزينين لأننا لم نحقق النتيجة المطلوبة مننا. عندما تواجه منتخبات كبيرة مثل الجزائر، أي غلطة تقترفها يعني ستعاقب عليها، ولقد لاحظتم الهدف قبل نهاية الشوط الأول، يقصد من رامي بن سبعيني. حاولنا الضغط واللعب بقوة في الشوط الثاني، ولكنهم دافعوا بقوة وبشراسة. يجب علينا التركيز أنه لا يوجد أي منتخب في القارة السمراء يمكنه إيقاف أو التغلب على المنتخب الوطني الجزائري، لأنه منتخب قوي وصلب. احنا في البلاطوهات نتاعنا زي الكرام للاسف الشديد يقول لك باللي انه المنتخب هذا يعني منتخب ضعيف وراه يلعب امام فقط المنتخبات الضعفاء. شوفوا يعني الخصم نتاعنا واش راه يصرح، وين الخصم يشيد بالمنتخب الوطني الجزائري، ولد بلادك حاب يطيح ليكيب ناسيونال. انا ما نفهمش، انا مخي بلوكي. مدرب هذا مدرب منتخب تنزانيا قال باللي انه يعني يجب علينا التذكر أنه لا يوجد أي منتخب في القارة السمراء يمكنه إيقاف أو الفوز على المنتخب الوطني الجزائري. ما زلتوش نتكلموا، الخصوم نتاعنا واش راه يقولوا؟ ما كانش منتخب حاليا بهذا المستوى اللي قدمه المنتخب الجزائري بعد استفاقته وعودته لسكة الانتصارات، ما كانش منتخب راح يوقف المنتخب الوطني الجزائري إن شاء الله. هذا ما نتمناه انا شخصيا، ومدى بيا المنتخب الجزائري يزيد يقدم في هذا المستوى ويزيد يعود الى سكه الانتصارات وما يخرجش منها ابدا. بهادو اللي راهم يحاولوا يحطموا ليكيب ناسيونال يموتوا بالقنطه صراحه. وصرح قائلا في نفس السياق: حاولنا كل ما في وسعنا في الشوط الثاني، لكن يعني هم سجلوا في اخر الدقائق وقتلوا المباراه. اللاعبون بعد المباراه كانوا محبطين بشكل كبير جدا، وقلت لهم انه بالرغم من مستوانا الضعيف، لكن هذا المستوى هو الذي سيقودنا نحو التطور، وما زال بامكاننا مواجهه الفرق الاخرى بينما المرشحون هم في الصدارة، يعني يقصد المنتخب الوطني الجزائري. قائلا أيضا: أنا فخور بمستوى لاعبي منتخب تنزانيا ضد الجزائر الذين قاوموا، واللاعبون حقا يعانون في غرفة تبديل الملابس، ولكن اتضحت لنا الصورة وما هي النقاط التي سنعمل على إصلاحها. يعني هنا راه يقصد باللي أنه استفدنا من هذه المباراة ضد المنتخب الوطني الجزائري، ويعني بانت لهم نقاط ضعف منتخب تنزانيا وسيعملون على تصحيحها وتحويلها إلى نقاط قوة.
وقائلا واجهنا أفضل منتخب في القارة السمراء به بنجومه، وهنالك عدة عوامل جعلتنا نخسر هذه المباراة، سنحاول تصحيح الأخطاء في قادم المباريات. صراحة تصريح محترم، تصريح في القمة، ونتمنى لهم أنا كل التوفيق في قادم الموعد، وإن شاء الله هم اللي يطلعوا معنا بطبيعة الحال إلى الأدوار القادمة، وهي التصفي يعني النهائيات الخاصة بكأس أمم أفريقيا سنة 2023 بالكوت ديفوار. بالنسبة لتصريحات الكوت جمال الماضي، هو أيضا في نهاية المباراة وبعد نهاية المباراة كانت عنده ندوة صحفية مصغرة، صرح قائلا: المباراة لن تكون سهلة في تنزانيا، قدمنا ما علينا والأهم هو الفوز بالثلاث نقاط خارج الديار، حققنا الأهم في المباراة وذلك بالعودة بالثلاث نقاط، وهذا كان هدفنا بعد الفوز على منتخب أوغندا، حققنا كل ما كنا نسعى له والمهمة تمت بنجاح، واللاعبون أرادوا تأكيد فوزهم السابق أمام أوغندا. وهذه الرسالة من بالماضي يؤكد بها يعني لأصحاب البلاطوهات أو أشباه المحللين، وإن قالوا منتخب أوغندا ضعيف مش منتخب كبير، أو بالماضي يقول لكم الآن لأنه رانا أكدنا الفوز نتاعنا أمام أوغندا وأكدناه أمام تنزانيا، وإن شاء الله نزيد نأكده في قادم المواعيد وفي قادم المباريات إن شاء الله. وقائلا: فوزنا هذا تاريخي لأننا كمنتخب لم يسبق لنا الفوز في تنزانيا في ملاعب تنزانيا وضد منتخب تنزانيا في ملاعبهم في عقر دارهم، وهذه المرة الأولى ونحن راضون على ذلك وعلى ما قدمناه، فألف مبروك. صراحة المنتخب الجزائري اليوم فرحني، مالغري المباراة بدأت بنوعا ما ريتم ضعيف نوعا ما، وكذلك بعض اللاعبين كانوا تائهين فوق أرضية الميدان، وهنالك بعض الأخطاء لازم تصحيحها. فبعد خروج سفيان بن دبكة بداعي الإصابة، نقص مستوى المنتخب الوطني الجزائري وين كان يعاني في خط الوسط من أجل بناء الهجمة من الخلف. تم المنتخب الوطني الجزائري كان يعاني، ولكن بالماضي ألقى الحل ويعني خرجنا بثنائية نظيفة، وهذا هو المهم. ثلاث نقاط، احنا ماذا بينا نفوز بسبعة كما مضاري، ولكن الذاكرة واش مفايدة انك تفوز بسبعة اهداف ومن بعد يجي حكم مرتشي في المباريات الاقصائية وتقصى مثل ما حدث لنا مؤخرا. على كل حال احنا ان شاء الله ما يصرناش هذاك السيناريو، مالغري التحكيم في افريقيا راه كونتر ليكيب ناسيونال، وراكم عارفين هذا الشيء، ورانا عارفين باللي انه هنالك يعني ايادي داخل الاتحاد الافريقي تريد وتحاول تحطيم المنتخب الوطني الجزائري منذ سنة 2019. هما نجحوا في المهمة تاعهم ما تأهلناش للمونديال، وراهم باغيين لاكوب دافريكو ما تأهلولهاش باه نلعبوها، فربي يجيب الخير. أعداء المنتخب الجزائري بزاف، والبروبلام مش خارجيا فقط حتى داخليا، لو كان خارجيا نورمال، ولكن خارجيا وداخليا تاع لمن راح تركز على الداخلي ولا الخارجي ولا على لمن، ربي يجيب الخير. بالنسبة للمباراة القادمة، مثلا عندنا مباراة أعزائي الكرام أنا وهي مباراة منتخب الجزائر أمام منتخب إيران الودية. اكشفت لنا بعض التقارير الرسمية أن المنتخب الوطني الجزائري سيطير مباشرة نحو الدوحة لمواجهة إيران يوم الأحد وديا، وطبعا بالماضي قرر إعفاء الثلاثي إسلام سليماني رئيس وهاب بولحي وعيسى ماندي من المباراة، ليس بداعي الإصابة وليس بأنهم مرتبطين مع الأندية نتاعهم، ولكن بالماضي عجبني التفكير نتاعو في هذه النقطة بإعفاء هذا الثلاثي، لأنه هذا الثلاثي أكثر خبرة من اللاعبين اللي عندنا في المنتخب الجزائري وأكبرهم سنا، وبالماضي يحاول إعطاء الفرصة للاعبين الشباب. عندنا راح نشوفوا بانديريا كلاعبين اساسي، اللاعبين هادو كامل الاخرين راح يكونوا كلاعبين اساسيين، مباراة باه نجربوا اللاعبين. حاليا ما عندناش سلسلة الهزائم اللي رانا خايفين باه تكسر، ما عندنا والو. العب ورينا شطارتك. وماذا بينا كامل الذاكرة يكونوا في المستوى باه يسمروا بلاصتهم مع المنتخب الوطني الجزائري. بالنسبة للاخبار المختلفة الاخرى، صراحة أنا كنت ننتظر تغريدات الاتحاد الافريقي لكرة القدم في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مباراة الجزائر، لكن الكاف عملت كامل المباريات وملخصة المباريات إلا مباراة الجزائر وتنزانيا اللي فازت فيها المنتخب الوطني الجزائري، وكأنه غضهم الحال كربحنا، لأنه راكم عارفين باللي أنه الجزائر يعني هذا التحكيم الإفريقي اللي راه كونترا ليكيب ناسيونال راه جاي بالكاف، دي حاجة باينة، رانا نلعبوا في بطولة تحت تنظيم الكاف، وحاجة باينة اللي راهم يخدموا في الكاف هما اللي راهم دايرين هذا المنتخب الوطني الجزائري يعني مستهدف من طرفهم. فلهذا انا حرت بلي انه الاتحاد الافريقي ما عجبهمش في بكير بحنا، خاصه بعدما ان حرمنا من ضربتي جزاء، ولكن المنتخب الجزائري بقوه وببراعه استطاع ان يفوز على نظيره منتخب يعني
تنزانيا. بالنسبة للفيفا، الفيفا هي أيضا راسلت الاتحاد الجزائري لكرة القدم وذلك بشكل رسمي اليوم، وطبعا الرسالة جاءت فيها كالآتي، هو أنه يعني احتفلوا وباركوا لشباب الوزداد بتتويجهم ببطولة يعني سنة 2021-2022 في البطولة الوطنية، هم أبطال البطولة فباركت لهم. وأنا الحاجة اللي تبلوكي لمخي هو أنه الفاف حاليا مثل ما أكد لنا رئيس الاتحاد وكذلك الناطق الرسمي لدى خلية الإعلام بلي أنه رامي استنى ورد من طرف الفيفا، الفيفا ما راش سامعة بينا، تركز على النقاط الأخرى، كأنه هذا استفزاز واضح. حاليا الفاف راه تستنى رد من الفيفا، بالنسبة للفيفا القضية مغلقة ولكن حنا رانا نستناو رد منها لانه بعثنا رساله مؤخرا من الاتحاد الجزائري للفيفا، ولكن الفيفا راه تركز على كل الادوار الاخرى والنقاط الاخرى وراها راميه الدوسي نتاعنا تحت البيرو ولا رموه لابوبال حاشاكم حاجه قدركم، باه ما يركزوش عليه ويركزوا على امور اخرى كتهنئه الفريق الفلاني مع كل يعني كل توفيق لشباب الوزداد والف مبروك عليهم اللي فازوا بهذه البطوله للمره الثالثه على التوالي كما اعتقد. ولكن بخصوص التحكيم اللي صرا في ملعب مصطفى تشاكر ما راش يركزوا عليه يعني طرطق. كان هذا فيديو اليوم، خبرونا رايكم في صندوق التعليقات ودمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.